تفاصيل عمل سلطه بيسموها في المطبخ اللبناني او السوري عروسه السفره، العروسه بتاعت الكوشه. الكوشه النهارده عزومه مصريه، ايه العروسه بتاعتها؟ طبق فتوش، ممكن يكون تبوله، حاجه من الاثنين، يا فتوش يا تبوله، ما ينفعش حاجه غير الاثنين دول. الفتوش خضره متقطعه من الخيار والبصل والطماطم، عندك رجله بتتكلم كده لبناني وسوري، ملهاش حل لو حطيت عليها بقله يعني بالمعنى بتاعها. هناخد البصلية بتاعتنا دي كده، قواعد عمل الفتوش وتفاصيل عمل الفتوش. لازم السماء ينزل على البصله، لازم السماء ينزل على البصله مع شويه ملح وشويه فلفل وفص توم ني كده، غير كده ما تبقاش فتوش. اهي الميادين على الشاشه وشويه بهار حلو. يا سلام، ايه هو البهار الحلو يا ابو غازي؟ اللي هي الكوبيبه الصيني عند العطار في وسط البلد عندنا. فص توم ني بنزل عليهم بشويه ليمون. ادي البصل بتاعنا، البصل ده طبعا نازل عليه زيت زيتون، ثم عصره ليمون، اهو بالشكل ده. ده الوان الفتوش، غير كده مش فتوش. ولو عندك رجله تبقى انت غلبت كل الشواب واللبنانيين. فين العيش المحمص يا عم؟ ناسيه الدينر؟ لا يا راجل، هو انا قبل ما افكر في الفتوش لازم يكون عندي عيش محمص. ده عنوانها. حاضر حاضر يا مخرجنا، بيقول لي الرقاق، عايز انت الحاجات اللي هي فيها الهبر، انا عارف. ممكن معايا انا ناس ستات شاطره في الكنترول بتقولي لي ممكن نحط يا شيف مغازي شويه رمان. بس الرمان دلوقتي مش عارف ليه بفتح الرمانيه بلاش حمرة من جوه، رمان صيفي بقى، الرمان الشتوي ده حلو بتاعنا في الموسم بتاعه. ممكن نجيب حبايه رمان ونقطعها ونفصفصها على وش الفتوش، تبقى انت بتجودي كده واحسن من الشيف.